السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة مصدر حلقة جديدة رئيس جديد اسمه سنايبر. طبعا هذا الفيديو اللي نزل، طبعا بالفيديو الماضي نزلت لكم اياه، حكينا شوية عن اللعبة، بس ولكن بعد ما رجعت عدت من اول وجديد لان كان في عندي خطاب بهذيك التحدي، فلعبت اللعبة من اول وجديد. فرح احكي لكم بشكل مختصر ايش مطلوب باللعبة. اللعبة اول شيء ببلش انت مرحلة التدريب، مطلوب منك تجيب 100%، بعدين في عندك تفتح عندك مرحلة بتجيب فيها نسبة معينة حتى يرفعوك على المستوى اللي بعده. هنا مطلوب فيهم خمس مراحل او خمس مهمات مطلوبة منك، في كل مهمة مطلوب منك تعمل خمس شغلات كمان بقلبها. هلا انا عملت اول تحدي، عملته كاملة. طبعا بالفيديو الماضي وقت شفتوه انا عملت، بعد ما شفتوني دخلت وهيك عملت كذا سبيف، عملت شغلة، المهم فيه شخص قتلته فما اعطاني الجائزة كاملة، لان في كان مطلوب مني خمس شغلات فما عملتهم انا. المهم رجعت على اللعبة من اول وجديد مثل ما انكم شايفين. راح احكي لكم ايش لازم ايش راح نعمل بالاول. مثل ما انكم شايفين هلا انا عم بسوي مراقبة على المكان. اول ما دخلت على المهمة لازم تراقب هذا المكان، في دصع الكمبيوتر موجود عند المبنى عند هدول الاثنين، وبس وصلت لعندهم في كمبيوتر لازم اعمل عليه هاك واخذ منه المعلومات، هي خطه تبعت ايفيجنوكسا. وبعد ما اخذ الخطه تبعيته بدي اروح انتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي انه ابحث عن جاسوس او العميل اللي يساعد على نهايه انتشار الفيروس او هيك القصه، هيك فهمت معناتها. المهم بعد ما الاقي هذا الشخص اروح وفتشه واعمل له سكرين، بلاقي انه ميت، بعدين ابحث عنه في شويه معلومات اخذهم منه، بعدين مطلوب مني انه اروح اقتل ديمتري. بعد ما بقتل ديمتري بطلب مني ندمر جميع النتائج، واخيرا بيقول لي روح جيب نتائج الفيروس. بعد ما تقتل ديمتري بعد ما يكون قتلته ارجع بروح ادور على النتائج او باخذ عينه من الفيروس اسرق عنه، وبالاخير بروح على منطقه رفع البيانات وبرفع البيانات وبس حصل تقريبا نسبه كثير منيحه، وبكون خلص التحدي الاول او المهمه الاولى. طبعا هاي اللعبه كانت تزيينها مدة تقريبا شي ساعتين ونص، انا اختصرته تقريبا ب 16 دقيقه بس، فيعني حتشوف كثير مقصصات، في كثير شغلات مشيوله لانه ما مقتنعين المهمه، بس مراحل القتل هيك الحلوه او مراحل شلون لازم اعمل المهمه بس تركتها. مشاهده ممتعه لنهايه المهمه. طبعا لا تنسى في كل يوم بس مباشره على صفحتي على الفيسبوك، وبالاضافه ممكن تحكي معي على الديسكورد اذا بدك تحكي معي مباشره فورا، تدخل على الديسكورد تقريبا اغلب الوقت حتكوني موجود فيه ان شاء الله، راح اصير على طول. اذا بدك مني شيء او شيء تحكي معي ممكن تلاقيه بالديسكورد. طبعا اذا عجبك الفيديو حط لي لايك، واذا ما عجبك الفيديو حط لي ديسلايك لانه هذا الشيء بيهمني جدا حتى اشوف استمر بهي السلسله ولا اوقف مهمة السنايبر وارجع لغير لعبة، ادور على غير لعبة تعجبكم فيها، بدور لكم على شيء مناسب لكم وبس. واهم شيء تكتب تعليق هيك يكون يحفزني ويحمسني اكثر. Jumping. Data is secure. On the move. Well done, Seeker. You can exfil safely now. Check your map. Check your map, يعني خلصت المهمة. ليش هذا ما يموت بالهين؟
شيت ذبحتوني. I found the agent. قتلوه. He's dead. Retrieve any lab samples he was carrying. I cannot find any samples. I am disappointed, Seeker. ليش تحبه؟ كل ما كان هذا الضوء أكثر كل ما كان الضوء صعب. المربعات كاميرات يعني. Eyes on the target. Can't take the shot. He's got company. Find another position or distract them. Then I got a combo. La 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 la. Sniper move up. Okay, Mikir. Hello. Then take a deep breath. راسه هيك كنا خلصنا من السنايبر. اهم عنصر خارق الفئر. طب استحيت. حلو انا جيت ورا الكاميرات. بدك تصبر عليه خلينا نكسر شي كاميرات وبعدين اهو. اللي كان داعك لي غاد اللي كان داعك لي غاد وانا بجيبك من يسار. شفت شلون؟ طلق الكورة. سوف اريكم كيف تقتلون وسوف اقتلكم حتى كبيرة. شلون؟ يا الله انا من وكيل والله عرفان هو الهدف. Got it. Job done. Good work, Seeker. You can exfil safely now. Check your map. This door is locked. So find another way in. Hey man.
اضف لك القناص تفرج. تفرج يا موت التيم. نعم ايش ميت موت. اتوقع نستخدم الرشيش ماذا وجدت في الدرج. بلق الطريق ولا عرفت الطريق فلي ساب بس لي يا زلمة شوية. دور علي ليك تمت العملية بنجاح. تمام ويخلص طال عشان اكتب لي تعال انت من وقتي من الشعب بدي اقتلك بس لك كان اطلع يكون هيك مريح ضميري بس بس مو شيء شيء يرتاح ضميري بس عذبني لانه عذبني. Seems like I didn't get the full intel briefing. There's more here than I was told. We often work in the dark, Seeker. وش خلصنا هذا 60%؟ ليش؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.